السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اليوم راح اتكلم على 4 مشاكل ممكن تخرب الرجيم والدايت اللي ماشي عليه وتمت عليه دراسة كويشنير على بعض الناس، ولاحظوا ان هذه 4 مشاكل تواجههم. تبي تعرفونهم وبعد تبي تعرفون الحلول؟ تابعوني. أول مشكلة تم اختيارها بين الناس اللي يعتبرون أنه هو السبب الأساسي أنه خلت الناس تخرب الرجيم والدايت مالها، اللي هو التوتر والقلق والضغط النفسي، إن كان بالشغل أو بحياتك أو بحياتك الاجتماعية. هو الشخص لما يمر مثلاً على ضغط نفسي، أنه زعلان أو متضايق، سهل أن الشخص يخرب الرجيم ماله، لأنه يحس وده بشيء يرفه عن نفسه أو يخفف من الضغط اللي هو فيه، فبالتالي يبدأ يخرب وياكل من الأكلات الغير صحية. وهذا يرجع السبب إنه واحد، إن الأكل اللي يحتوي على سكريات ودهون عالية ترفع معاها الأنسولين ويعطي الإحساس بالسعادة، خصوصا بارتفاع أحد الهرمونات اللي تعطي الشعور بالسعادة. النقطة الثانية، لأنك صار لك فترة ضاغط نفسك نفسيا بسبب أنك قاعد تمنع أن تاكل أو تخربط الأكل اللي أنت تحبه، فبالتالي تخليك أنك ودك تكسر الضغط اللي أنت أساسا حايشك من الشغل والدوام أو من الشغلات الثانية. إذن شنو الحل اللي ممكن أسويه عشان أحل هذه المشكلة؟ حاول أنك تدور بديل، أنك بدال ما تكون متضايق وتطلع الطاقة اللي أنت فيك، إن كانت قلق، إن كانت توتر، أو إن كان شيء يضايقك، حاول تطلع هالطاقة، مثلاً تروح مثلاً تمشي بالحديقة أو تمارس رياضة مثلاً البوكسينج، هم تطلع الطاقة اللي فيك فتخليك تمتنع انك تخرب الرجيم او الدايت اللي انت ماشي عليه. انزين دكتور، انا مرات اكون يعني لما اشوف مطعم او مثلا اشوف اكل انا احبه، يعني مرات ما اكون لا انا متضايق ولا زعلان ولا شيء، ودي اخرب الرجيم مالي او ودي اكل هالاكل هذا، شنو اسوي؟ هو شيء طبيعي، الشخص لما يكون يمشي على دايت يعتبر حايشه جزء من الحرمان اللي هو كان الاكل اللي كان متعود عليه، فشيء طبيعي راح يحوش إحساس إنه وده يخرب، وده يرجع لنظامه القديم. لكن إحنا ممكن نسوي حل لهذه المشكلة، إنك تحاول تجيب ورقة وتكتب فيها مثلاً شنو الأكل اللي أنت مشتهي تأكله أو شنو ماكله بهذا الأسبوع، تكتبه بورقة أو إن كان بتليفونك، وتحط ببالك إنك تخلي هذه الوجبة هي الوجبة المفتوحة اللي تخربها في هذا الأسبوع. لما تيجي تشوف أكل ثاني مثلاً حلويات أو غيرها، لما تيجي نحط مثلا عندك قدامك حلويات او شغلات الثانية او انك تشوف مطعم، ما راح تفكر فيه وتحط ببالك ان انت راح تاكل شيء احلى منه وانت حاطه في الوجبة المفتوحة عشان لا تخرب الدايت او الرجيم اللي انت ماشي عليه. ثاني مشكلة اللي كانت تواجه معظم الناس اللي قاعدين يمشون على دايت، ان عدم تنظيم وجباتك اليومية. هو مشكلة ان الشخص لما يكون ما ينظم وجباته او عارف شنو ياكل كل يوم، راح تصير معاه مشكلتين. أول مشكلة إنه هو يبدأ ياخذ تفكيره إنه شنو باكل في الفطور، شنو باكل في الغداء، شنو باخذ بالعشاء، يكون مو عارف وكل شوي يفكر، فهذه تاخذ طاقة تفكير منك وتسوي لك جهد زيادة أو ضغط عليك نفسيا. النقطة الثانية، راح تبدأ تحاول إنك تاكل أي شيء قدامك حتى لو كان مو رجيم ودايت، لأن أنت أساسا مو عارف شنو بتاكل في هذا اليوم. إذن شنو الحل اللي ممكن أسويه عشان أقدر أنظم الوجبات اللي أنا أكلها؟ في كثير من عندك بالسوشيال ميديا أو المشاهير البادي بيلدينج، إن أهما عندهم يجهزون وجباتهم لمدة أسبوع كامل، إنه يقعد مثلا يوم السبت أو يوم الجمعة يسوي وجباته كلها في جلسة واحدة، ياخذ اليوم كله وإنه يأكلهم على مدى الأسبوع. طبعا هذه فيها مشكلة، وأنا بالنسبة لي أشوف أن هي مشكلة وتعتبر جدا صعبة بالنسبة لي لسببين. السبب الأول، أنك راح تاخذ يوم كامل فوق نقول مثلا بين 4 إلى 6 ساعات وأنت تجهز هذه الوجبات، خصوصا في أيام الويكند، وتحس أن هي مجهدة ومهلكة. النقطة الثانية، أنت أساسا ما تسوي وجبات لمدة أسبوع كامل، بتكون آخر 3 وجبات اللي راح تاكلها في آخر الأسبوع راح يكون الأكل متغير طعمه، وأساسا ما راح تكون تشتهي تاكله. غير هذا كله، أساسا أنت ممكن راح توصل مرحلة أن في
بعض الأيام أنك أساسا مثلا أنت مسوي وجبة نقول دجاج مثلا، وأنت أساسا مو مشتهي دجاج، مثل مشتهي سمك، مثل مشتهي مثلا لحم، فتخليك تتقيد بالأكل وأنت ممكن تكون مو مشتهي، فممكن تخرب الرجيم والدايت مالك. إذن شنو أفضل حل ممكن تسويه أنك عشان تنظم وجباتك؟ طبعا أسهل طريقة أنك تشترك وجبات، وكثير من الناس ممكن يسوونها، لكن أنا عندي لكم حل إذا أنت خصوصا شخص تبي تلتزم على الوجبات وأنت تبي تسويها بنفسك. أفضل طريقة أنك تجهز وجباتك لمدة يوم إلى يومين. بكل بساطة حاول مثلا تشتري اللحم، الدجاج، السمك وتجهزه والتبلة تتبيلة اللي أنت تحبها، وتجهز مثلا الأرز. وتحاول شنو تسوي؟ بكل بساطة حاول لما تكون مثلا متبل، مثلا اليوم راح تاكل مثلا دجاج، تروح تتبل الدياي وتجهزه، وأيضا تطبخ العيش إن كانت راح تاكل عيش، وتحط جزء منه بالثلاجة اللي أنت سويت للخلطة، والجزء الثاني راح تطبخه في هذا اليوم. اليوم الثاني أنت أساسا يكون الأرز موجود عندك تقدر تاكله لأنه هو أوريدي بالثلاجة وما راح يخترب على يومين أو ثلاثة أو أربعة حتى، فماكو مشكلة تقدر الأرز تحافظ عليه مدة أربعة أيام. لكن الدجاج اللي أنت حطيته بالثلاجة راح يكون طعمه ألذ لأنك خليته أكثر مع البهارات، فبالتالي ثاني يوم مطلعة بس من الثلاجة وتقدر تطبخه، فيكون سهل عليك أنك تسويه. ونفس الشيء في الأطعمة الثانية اللي لحم، السمك، تبهره تجهزه، جزء منه تطبخه وجزء الثاني تخليه بالثلاجة حق ثاني يوم. وتقدر تنوع إذا أنت تبي مثلا الغداء يكون دجاج والعشاء يكون لحم، تقدر نفس الشيء تسوي كمية حق يومين وتحط الجزء الثاني اللي ثاني يوم في الثلاجة من غير طبخ، وتي ثاني يوم تطبخه مثلا. وعندك أسهل شيء ممكن تستعمله اللي هو الاير فراير، تحط الدجاج 10 دقائق أنت جاهز الدياي، وعندك العيش محطوط بالثلاجة تقدر تأكله في أي وقت. ما تبي تأكل أرز تخليه بالثلاجة، تقدر تطلع أي خبز أسمر أو شغلات ثانية أنت تحب تأكلها. طبعا لا ننسى السلطة، السلطة تعتبر شيء أساسي، أنت إذا جهزت سلطتك حق يومين ما راح تخترب ثاني يوم، خصوصا أنك إذا خليت الصوص خارج السلطة، فبالتالي راح يكون أسهل عليك، وأيضا راح يكون الأكل طعمه فريش ولذيذ. المشكلة الثالثة، وممكن كثير من الناس عندهم مشكلة وأنا عندي نفس المشكلة، اللي هي أنك تاكل بسرعة. أنت ممكن تفكر فيها تقولك أنك تاكل بسرعة أنه يعني مو شيء كبير أنه ممكن يأثر على نزول وزني، أو أنه يخرب يسوي لي مشكلة بالدايت، أو أنه يخرب النظام اللي أنا أمشي عليه. لا، لاحظوا أنه في تأثير كبير. أنت لما تاكل الأكل ببطء أو تمضغه بطء وتاخذ وقتك بالأكل، لاحظوا أن الشخص يأكل كمية أقل عن اللي هو كان متعود عليه، خصوصا إذا كله سريع. ثاني نقطة، راح يكون أخف على معدته الأكل وما تسوي له عسر الهضم. غير هذا طبعا أنت حتى الكمية إذا كليتها أقل راح تحس بالشبع أسرع. بس لكن كثير من الناس يقولون مثلا إذا أنا كليت ببطء الأكل يصير بارد، يعني لما حالات الأكل يكون حار. هو صحيح أنا معك بهذه النقطة، لكن إذا أنت عودت نفسك راح تحس أن الموضوع ما في مشكلة، ما راح يفرق إذا كليته. المشكلة الرابعة واللي أحسها كثير من الناس يعانونها، اللي هي الحلويات. الحلويات يعني أكون وياك صريح، تحتوي على كمية عالية من السكريات والدهون اللي تعطيك استمتاع بالأكل أو تعطيه نكهة لذيذة، خصوصا لما يكون الخلطة هذه مع بعض. وكثير من الناس يكون عندهم حتى ممكن إدمان من الحلويات أن يأكلونها، وهذا شيء طبيعي لأن تدرون أن الشركات قاعدة تتفنن بكمية بين الدهون والسكريات في الحلويات والشغلات الثانية عشان يخلونك ما تقدر تظل دائما تأكل لحد ما تخلص مثلا الباكيت اللي هم عندهم، من كثر ما هي تخليك عندك إدمان فيها، لأن هذا الشيء راح يربح الشركات. إنزين، شنو الحلول اللي إحنا ممكن نسويها عشان نحد هذه المشكلة وما نخرب الرجيم والدايت اللي إحنا ماشيين عليه؟ أفضل طريقة، حاول ما تشتري وتحط قدامك الحلويات أو السويتة، حاول دائما إنك ما تحطهم قدامك، لأن شيء طبيعي إذا حطيت شيء قدامك راح تأكله حتى لو أنت ماشي على الرجيم. إنزين، نفترض مثلا أنت لازم تشتري حلويات، أو مثلا عندك أحد في البيت يأكل حلويات. بكل بساطة حاول انك تحطه في مكان بعيد عن النظر،
تحطه مثلاً في الكبت أو تحطه في مكان بعيد إنك أساساً توصله، لأن هذا يصعب موضوع إنك توصل هذه الحلويات، فبالتالي تقلل إنك تروح تاكلها أو تخرب الرجيم اللي أنت ماشي. لكن راح أتكلم أنا إن شاء الله على موضوع الحلويات والسويتات بتفاصيل أكثر إن شاء الله في مواضيع جديدة، ولا تنسون تتابعوني، وراح نتكلم عن 4 مشاكل ثانية أيضا لها تأثير في موضوع الرجيم والدايت، وأيضا راح نتكلم عن حلولها. تبي تعرفون أكثر؟ تابعوني.